أقرأ بالمستوى السادس ابتدائي، عندي 11 سنة وكيعجبني بزاف هادشي ديال الاختراعات. كي كنت صغير كان بابا كيجيب لي اللعب الإلكترونية بحال سيارة ولا طائرة ولا آلي ولا شي حاجة بحال هكا، وكنت تحكم فيه بالتليكوموند، وكنت نتمنى ندير بحال داكشي بوحدي. وكان جاب لي واحد البياسة قابلة للبرمجة سميتها أردوينو، وهكا بديت كنبحث في اليوتيوب، ولكن ما كانش يخليني نستعملها بزاف باش ما نتخلاش على الدراسه ديالي. وكي بدا الحجر الصحي خلاني نستعملها فوق ما بغيت، وهكا الحمد لله قدرت نطبق الافكار ديالي ونطور الاشياء اللي كنت نبحث عليهم في اليوتيوب. وكنت درت واحد بيدو صلاح كي كتقرب له كي يتحل بوحدو، هذا بحال مثلا يشوف هاد الجائحة مثلا في السبيطارات هكا بلا ما يتوشي بيدو في صلاح كيتحل غير بوحدو اوتوماتيك. وكنت هذا كنت درته قبل الحجر الصحي. وفي الحجر الصحي جاتني الفكرة ديال ندير نظارات ديال المسافة القانونية، ولكن ماشي غير هي اللي درتها في الحجر الصحي، بزاف الحوايج. وهاد النظارات درتهم انا غير على حسب الامكانيات اللي عندي، لان هاد الشيء خص شي شركه مختصه تطوره وترده ما احسن. وكنت درت واحد اليد كتهز المسامير، وواحد الارجل ديال الالي، وهاد الارجل ديال الالي مازال راني عاد كنت بديت فيهم هاد الشيامات، مازال ما صدقوا لي 100%، عاد كنحاول نطورهم، راهم يلاه داروا شي حركه هكا. ودرت عاد ثاني واحد الرادار، وعندي بزاف الحوايج ديال بزاف ديال الاختراعات والتجارب، وهذا الشيء اللي دايرهم في القناه ديالي بلال حموتي. وهذا الشيء كيعجبني بزاف، وكنشكر الشكر الكبير لله سبحانه وتعالى اللي سهل عليا في هذا الشيء. وكنشكر الاب ديالي لانه هو اللي كان مدعمني كاع بزاف، وكان يعني كيدعمني بزاف ويعاونني ويساعدني في هذا الشيء، هو اللي خلاني نبغي هذا الشيء. بالنسبه للموهبه ديال الابن ديالي، كنت لاحظتها في الحقيقه هذه شحال كان يبغي هذا الشيء ديال الروبويات والحاجه اللي كتحكم بالتليكوموند، لان انا كنت كنشري له هذه المسائل، ولكن ما كنتش نبغيه يخرب فيهم بزاف لان كنت خايف على الدراسه ديالو. وفي هذه الجائحه كان جات فرصه انه يبين الموهبه ديالو، بحكم انه قاعد في المنزل يعني 24 ساعة، يعني خليته انه يخدم هاد المسائل بكثافه، واستطاع انه يبتكر بزاف ديال الحوايج من بينهم واحد النظارات. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.